لأول مرة منذ انتشار وباء كورونا، شرعت السلطات الصحية في تونس في تنظيم حملات فحص مجانية لإصابات كورونا في صفوف المواطنين. وقامت كل من بلدية العاصمة ووزارة الصحة مخابر متنقلة في الشارع لأخذ العينات وعزل من تثبت إصابته بالمرض. بعد طول انتظار، سنحت الفرصة لوسام بأن يقطع شكوكا تساوره حول احتمال إصابته بفيروس كورونا ويجري اختبارا مجانيا لتقصي المرض في مخابر متنقلة أقامتها وزارة الصحة بالاشتراك مع بلدية العاصمة في الشارع، وذلك لأول مرة منذ بداية انتشار الوباء في تونس. لاحظنا أنه في الفترة الأخيرة فما انتشار واسع للعدوى، والحملات هذه الميدانية الواسعة ما تنجم كان تزيد تعطينا نظرة أكثر دقيقة على الواقع الوبائي في تونس. مثل وسام، مئات المواطنين سيما ممن يعجزون عن توفير ثمن التحاليل المخبرية في المخابر الخاصة ينتظرون في توابير طويلة دورهم في كشف حقيقة إصابتهم بفيروس كورونا بعد أن ظهرت على جلهم أعراض المرض، وقد كشفت المخابر المتنقلة لوزارة الصحة عن إصابة العشرات منهم. فما برشا تخوف من موجة أخرى تنجم تكون موجودة، وفما حتى تأقلم برشا ناس مع الفيروس، ممكن فما نوع من الارتخاء في التقصي من قبل المواطن حابين نقدموا الخدمة الاجتماعية هذية. فما ناس اللي عندهم الأمراض وما عندهاش ماديات باش تشوف تعمل تحاليل، هو من الموضوع الصحة الوقت ولا يعني جس به ياسر. توسيع دائرة حملات التقصي حول وباء كورونا يتزامن مع تواصل الإجراءات الوقائية التي تتبعها وزارة الصحة التونسية، من ضمنها مواصلة فرض حظر الجولان الليلي وتجديد الرقابة في الأماكن العامة، فضلا عن تعليق الرحلات الجوية مع عدد من البلدان الموبوءة. ورغم ذلك تتخوف وزارة الصحة من احتمال فقدان السيطرة على رقعة انتشار الوباء. احنا ديما متخوفين ويلزمنا نكونوا متخوفين، خاطر كان باش نقولوا سي بون عملنا كل شيء وسيي وما عادش والفيروس راهو مع نو، يلزمنا نكونوا متخوفين باش نجموا نواصلوا في سياسة التوقي. تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا 120 ألف إصابة، واحتمال تأخر الانطلاق في حملات التطعيم باللقاحات الجديدة عوامل تعقد مهمة السلطات الصحية في تونس، سيما بعد ظهور السلالة الجديدة سريعة الانتشار للفيروس. ساهمت حملات التقصي المجاني عن فيروس كورونا في الكشف عن 100 حالات الإصابة إلى حد الآن، في ظل تصاعد مخاوف السلطات الصحية من تسجيل موجة جديدة قد تكون أكثر حدة هذه الأيام. توفيق عائشة، الحرة، تونس.